ما هي العلاقة بين طفو أو غوص المواد في الماء وكثافتها؟ يعني إيه علاقة إن مادة تطفو على سطح الماء بالنسبة لكثافتها؟ وإيه علاقة إن مادة تغطس في المية بالنسبة لكثافتها؟ الكلام ده أنا مهدت ليه في المقطع اللي فات. إمتى يا مستر؟ لما قلت لكم ليه الحديد بيغطس في المية وليه الخشب بيعوم أو بيطفو على سطح الماء؟ قلت لأن كثافة الخشب بالنسبة لكثافة المية أخف وأقل، لذلك يطفو على سطح الماء، لكن كثافة الحديد أثقل وأكبر من كثافة الماء فيغطس تحت سطح الماء. تعال نشوف المواد الأقل كثافة. أهو بيقول إيه؟ المواد الأقل كثافة تطفو. بتيجي سؤال أكمل وصح وغلط وصوب ما تحته خط، نركز بقى، هي أقل ولا أكتر؟ هي تطفو ولا تغوص؟ المواد الأقل كثافة تطفو على سطح المواد الأكبر كثافة. المواد الأقل كثافة تطفو على سطح المواد الأكبر كثافة. طب اديني نشاط. نشاط ظريف جدا اهو، عندي قطعة ثلج، خشب، فلين، مسمار حديد، عملة معدنية، قطرات من زيت الطعام. هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان قطع الثلج والخشب والفلين وقطرات زيت الطعام تطفو على سطح الماء زي ما في الصورة قدامنا كده، بينما العملة المعدنية ومسمار الحديد تغوص تحت سطح الماء. أستنتج إيه؟ أن كثافة الثلج والخشب والفلين والزيت أقل من كثافة الماء، لذا تطفو كل منها فوق سطح الماء، بينما كثافة النحاس والحديد أكبر من كثافة الماء، لذلك تغوص كل منها في الماء. تمام كده؟ طيب تطبيقات على الكثافة، يعني تطبيق أنا بمارسه في حياتي، ممكن أمارسه كده وأنا عايش في حياتي. على إيه التطبيق ده؟ على إن المواد الأقل كثافة تطفو، تطير، تعلو فوق المواد الأكبر كثافة. يعني المواد الكبيرة في الكثافة بتدنها لتحت، بينما المواد الأقل في الكثافة بتعلى فوق. طيب أطبق الكلام ده إزاي؟ حضرتك تروح تشتري بالونات الاحتفالات اللي بتبقى عيد الميلاد والمناسبات الإيه السعيدة، وملاها بغاز الهيليوم أو غاز الهيدروجين. يبقى نحضر بالونات الاحتفالات اللي هي الفيستيفالز بالون، ونملاها بغاز الهيليوم أو غاز الهيدروجين. هنلاحظ إن البالونات دي بعد ما ملاها ترتفع لأعلى، لو سبتها هتدنها تطلع لفوق كده. ليه؟ لأن كثافة الهيليوم وكثافة الهيدروجين أقل من كثافة الهواء، وبناء عليه فإن المواد الأقل كثافة اللي هي الهيليوم والهيدروجين تطفو لأعلى المواد الأكبر كثافة اللي هي هنا مين؟ الهواء. يبقى يجي يقول لي علل لماذا نملأ بالونات الاحتفالات بغاز الهيليوم وغاز الهيدروجين؟ كثافة مين؟ أقول بقى لأن كثافة المملوء بإيه؟ والهيليوم مالهم أقل من كثافة الهواء، لذلك هيرتفعوا لأعلى. البالونة بجيبها واربطها كده في أي حاجة على الأرض، حاجة تقيلة، واسيبها ألاقيها طلعت لفين؟ لفوق. إيش معنى البالونة اللي أنا مليتها بالهيليوم والهيدروجين ارتفعت لأعلى؟ لأن غاز الهيليوم أو غاز الهيدروجين كثافة كل منهم أقل من كثافة الهواء اللي احنا بتنفسه ده، ولذلك طبقا لقوانين الكثافة أن المواد الأقل كثافة تعلو وتطفو، والمواد الأعلى والأكبر كثافة تغوص أو تهبط لأسفل. سؤال تاني علل مهم جدا، لو حصل لا قدر الله وأنا واقف في المطبخ وحصل حريق بسبب الزيت اللي بستخدمه في المطبخ، أروح جاري أجيب المية وطفي حريقة الزيت دي بالمية؟ لماذا؟ لأن كثافة الزيت أقل من كثافة الماء، فكل ما هدلوا مية على النار المشتعلة بسبب الزيت المية هتنزل لتحت والزيت طالع لفوق بيولع برضو، عندوش مشكلة، يفضل عايم على وش المية كده ويتحرق برضو. ليه؟ لأن كثافته أقل فيطفو لأعلى. لا قدر الله لو في مركب ماشية في البحر أو في المحيط وحصل فيها حريق، والمركب دي محملة بترول موديها من بلد لبلد، وحصل حريق في هذه المركب، أطفي الحريق ده بالمية؟ لا. لماذا؟ لأن كثافة البترول أو كثافة الزيت أقل من كثافة الماء، لذلك يطفو الزيت المشتعل فوق سطح الماء، وبالتالي يظل الحريق مشتعل. يبقى يا أستاذ ما تطفهاش بالمية بقى، أي حاجة تانية، أي وسيلة إطفاء تانية غير المية. يبقى يجي يقول لي علل
عدم استخدام الماء في إطفاء حرائق البترول. علل ليه؟ ليه ما استخدمش الماء عدم؟ هي اوعى تنسى عدم، تيجي صح وغلط يقول لي يفضل استخدام الماء في إطفاء حرائق البترول، كلامك غلط يا أستاذ. ليه؟ أقول له لا، السؤال الصح عدم استخدام الماء في إطفاء حرائق البترول. يقول لي علل. طب ليه؟ give reason، إيه السبب؟ اقول له والله حضرتك لان احنا بنتعامل بالكثافات، انا راجل دارس علوم، انا راجل بفهم. اقول لك انا دلوقتي بعد ما درست الكثافة اقول لك ان كثافة البترول اقل من كثافة الماء، وطبقا لقانون الكثافة المواد الاقل كثافة تعلو وتطفو، بينما المواد الاكبر كثافة تغوص وتهبط. فلان البترول اقل كثافة من الماء فانه يطفو فوق سطح الماء، وهو بترول مشتعل فهيفضل مشتعل، سيستمر الاشتعال فوق سطح الماء. اخر سؤال عندنا في الكثافة، التغير في قيمة كثافة اي مادة يدل على عدم نقائها. التغير في قيمة كثافة اي مادة يدل على عدم نقائها. ليه؟ لان انا قلت ان الكثافة مقدار ثابت لا يتغير لاي مادة، لو كثافتها اتغيرت اعرف ان المادة دي مزيفة، اعرف ان المادة دي مقلدة. يجي يضحك عليا ويقول لي خد الحتة دي حتة اثار يلا بيعها، اجي امسكها اشوف كثافتها الاقيها مش ذهب، الاقيها مش نحاس، الاقيها مش فضة. عرفت منين يا عم ان هي مش فضة ولا نحاس ولا هي نحاس؟ اه لكن ده نحاس داخل عليه مادة تانية، كثافته مش كثافة النحاس اللي احنا عارفينها. ده ذهب اه بس مش الذهب اللي احنا عارفينه، ده داخل عليه حاجة تانية. ده لبن اه لكن لبن مغشوش. عرفت منين ان اللبن مغشوش؟ كثافة اللبن معروف، لما كثافة اللبن تقل عن المقدار الثابت بتاعها اعرف انك حضرتك غشيت في اللبن ده. تستخدم الكثافة في الكشف عن حالات الغش التجاري. علل ازاي؟ اقول له لان الكثافة خاصية مميزة للمادة، وبالتالي فإن التغير أو التغيير في قيمة كثافة أي مادة يدل على عدم نقائها أو يدل على عدم جودتها. فيجي يقول لي كيف تتعرف على جودة عينة من اللبن، علما بأن كثافة اللبن النقي 1.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. بس كده سهلة، انا عندي كثافة اللبن النقي 1.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. لو جيت اقيس كثافة اللبن في اي وقت من اي حد بشتري منه لقيتها اقل من القيمة دي اعرف ان اللبن ده مغشوش، واتهم صاحب المحل بالغش التجاري. ازاي؟ اقول والله عن طريق تعيين كتلة وحجم عينة اللبن اللي انا خدتها احسب كثافتها، كثافة اللبن. فاذا اختلفت كثافة اللبن عن 1.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب يكون اللبن مغشوش، واقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك حرام عليك. كده نكون انتهينا. ارجو تسمع المقطع مرة واثنين وثلاثة، اذا كان في حاجة مش واضحة قدامك ما تستناش واسألني فورا، ان شاء الله جاوبك على طول، سواء تسألني هنا تحت الفيديو او تسألني على الجروب اللي هتلاقيه برضو موجود مع الديسكريبشن او الوصف بتاع الفيديو. كان معكم مستر محمد الصادق.